السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام أخواتي الفاضلات، ما زلنا في الفصل الثامن من منهج الشبكات الأكاديمي واللي يتعلق بالنتورك سيكيورتي. شرحنا في محاضرات سابقة الكريبتوغرافي وأساسياتها، وصلنا إلى ما يسمى بالمسج دايجست. بالحقيقة تحدثنا عن ما يسمى بالأوثنتيكيشن والديجيتال سيجنتشر، اللي هو كيفية التأكد من هوية الشخص الذي نقوم بالاتصال به في الشبكة في أي نوع من أنواع الاتصالات. وذكرنا أن هناك الكثير من أنواع التقنيات التي تستخدم للتأكد من الشخص المقابل. هناك أيضا ما يسمى بمفهوم المسج دايجست. دايجست بمعنى هضم، هنا تأتي بمعنى اختصار أو يعني تلخيص أو ضغط. عادة من يعني computationally expensive، يعني يعتبر هو شيء مكلف من ناحية الحسابات، أنه نقوم بإرسال public key cryptography للونج مسجز، يعني نقوم بتشفير الرسائل الكبيرة كبيرة بالحجم بالبوبليك كي الذي تحدثنا عنه سابقا. وبالتالي لتقليل حجم الرسائل التي نقوم بتشفيرها بعد ذلك نستخدم ما يسمى بالهاش فانكشن، اللي هي يعني دالة ضغط أو دالة تلخيص. الهدف من عندها أنه نحصل على fixed length، اللي هي رسائل ثابتة الحجم و easy to compute digital fingerprint. يعني الهدف من ضغط الرسائل باستخدام الهاش فانكشن هو الحصول على ما يسمى بالفينجربرنت، اللي هي بصمات الأصابع، او اللي هي ايضا يعني تعتبر ديجيتال سيجنتشر الا انها اقل حجما. بصمات اصابع رقميه سهله الحساب وثابته الحجم، بحيث انه احنا راح نطبق هاش فانكشن اللي هي اسمها اتش على الرساله مالتنا، على مود نحصل فد رساله اصغر حجما وتكون ثابته الحجم، واللي نسميها المسج دايجست، اللي هو يعني الرساله المهضومه او الرساله المضغوطه اللي هي اتش اوف ام. هنا تلاحظ انه اذا كانت عندنا لارج مسج، رساله كبيره، راح ندخلها على هاش فانكشن تطلع عندنا يعني ال H of M، تطبيق دالة ال H على المسج اللي هي ال M. الهاش فانكشن مواصفاتها هي انه هي many to one، يعني تحت يعني الكثير من المدخلات يطلع عندنا اخراج واحد، تنتج لنا رسائل محدودة ثابتة الحجم واللي هي نسميها الفينجر برنت، اللي هي تعتبر البصمة الخاصة بالرسالة الأصلية. هي يفترض انه تحتوي على كل المعلومات الموجودة في الرسالة الأصلية الا انها بطريقة مضغوطة، يعني اقل حجما. فإذا كان لدينا رسالة المضغوطة هي X، فإنه حسابها وتحويلها مباشرة إلى الـ H of M يعتبر هو يعني حسابيا هو أقل كلفة من كلفة تحويل الرسائل الأصلية إلى يعني بعد الضغط أو فك الضغط الخاص بها. الإنترنت checksum اللي هو اللي تحدثنا عنه في الفصل الثاني والثالث والرابع، اللي هو الكود الرقمي اللي هو سلسلة الأصفار والوحدات التي يتم إرفاقها مع الرسالة لتصحيح الأخطاء في الطرف الآخر، يعتبر هو ايضا هو داله هاش فانكشن، الا انها بور كريبتوغرافي هاش فانكشن، تعتبر داله ضغط ضعيفه الاداء. كيف يمكن مقارنتها مع الهاش فانكشن؟ نعرف انه التشيك سام تحتوي على نفس المواصفات الخاصه بالهاش فانكشن، لانه هي ايضا تنتج لنا رسائل ثابته الحجم، عاده يكون حجمها 16 بت تشيك سام للرساله الواحده، وايضا هي من نوع الماني تو وان. الا ان مشكلتها انه هي ليش سميناها بور كريبتوغرافي؟ لانه هي يعني تعتبر فقيره، لانه بها المشكله التاليه. لنفترض انه هذه الرسالة الأصلية الخاصة بنا، الـ ASCII format اللي هو American Standard Code for Information Interchange، تحويل الرسالة يعني كل واحد من هذه الرموز إلى رمز الـ ASCII الخاص به. بعد ذلك راح يعني عندما نقوم بحساب الـ checksum الخاص به يكون عندنا هذه النتيجة، اللي هي مثل ما ذكرنا يعني باستخدام exclusive OR، يعني كيفية حسابها الرياضية الموجودة في الشروحات الفصول السابقة. إذا افترضنا أنه أكو عندنا رسالة ثانية اللي هي بيها هنا مثلا، إذا هذا كان واحد وهنا تسعة، هنا إذا كان عندنا تسعة وواحد، فكذلك إذا حسبنا التشيك الاسكي فورمات الخاص بها والتشيك سم النهائي، راح نلاحظ أنه التشيك سم الخاص بهذه الرسالة وهذه الرسالة هو نفسه، فنلاحظ أنه رسائل مختلفة إلا أنه ايدنتيكال تشيك سم. هذا راح يسبب لنا مشكلة، أنه يعني هذه الرسالة إذا أثناء الإرسال في الشبكة تحولت إلى هذا الشكل، اللي هو يعتبر فرق كبير يعني ما بين اليو 1 وهنا 09، هنا U901، لأنه بالمقابل راح نلاحظ أنه checksum اللي نحسبه في الطرف الآخر راح يكون هو نفس checksum المرسل، فمن الصعب اكتشاف وجود خطأ في هذه الرسائل، وبالتالي قلنا بأنه checksum هو poor cryptography message. الأنواع الأخرى من الكريبتوغرافي اللي نستخدم بها الهاش function هو أنه إذا أردنا نستخدم الديجيتال سيجنتشر، اللي هو نقوم ب signing اللي هو توقيع على الرسالة المهضومة أو الرسالة المضغوطة كالآتي، أنه بوب يقوم بإرسال رسالة رقميا بعد ما أنه عندنا رسالة كبيرة ندخلها على هاش فانكشن تطلع عندنا الاش اوف ام اللي هي رسالة أصغر. هذه الرسالة نقوم بتشفيرها باستخدام الديجيتال سيجنتشر أو الكريبتوغرافي باستخدام البوب برايفت كي، راح تطلع عندنا رسالة المضغوطة والمشفرة، هذه بعد ذلك نقوم بإرسالها إلى صندوق البريد أو يعني إرسالها إلى الشبكة.
في الطرف الآخر أليس تستطيع التأكد من هذه الرسالة؟ يعني verifies signature integrity of the digital signed message من خلال اتباع الخطوات التالية. إنه هو الرسالة اللي راح تجينا راح ندخلها أيضا على encrypted message، هذه هي راح ندخلها على الديكريبشن اللي هو فك الضغط باستخدام البوبليك كي اللي أليس يفترض أنه تعرفه سابقا. بعد ذلك راح تطلع عندنا الاتش اوف ام، وايضا نلاحظ انه حتى اذا كانت عندنا الرساله الاصليه وندخل على الهاش فانكشن ايضا راح تطلع عندنا اتش اوف ام. يعني استخدام الطريقه السابقه هو يعطينا نفس النتائج للطريقه الحاليه، ويفترض انه كلاهما متساويان يعني للتاكد من انه هذه الرساله هي الاصليه وتم وصولها بشكل صحيح في الشبكه، لم يتم تغييرها من قبل طرف ثالث ولم تتعرض الى الاخطاء اثناء الارسال. الهاش فانكشن الالجوريثمز، هناك طبعا الكثير من خوارزميات الهاش فانكشن، واحده من اهم الخوارزميات هي اللي هي الام دي 5 هاش فانكشن، هي مستخدمه بشكل كبير جدا في الشبكات. تم تعريفها بالريكوست فور كومنت 1321، تحسب لنا رسائل مضغوطه حجمها 128 بت باربع خطوات. عاده تقوم يعني اربيتراري 128 بت تقوم بتحويل يعني الرساله الى سترينج تتكون من ارقام عشوائيه مقدارها 128 بت. طبعا هي عشوائيه بالنسبه للداله ولكنها يفترض انه تكون معروفه في الطرف الاخر. تبدو كانها صعبه لتركيب هذه الرسائل الا انها يعني فيزبل يعني ممكنه ومستخدمه في الشبكات. الخوارزميه الثانيه اللي هي شا 1 اللي هي ايضا مستخدمه بشكل كبير، هي تعتبر من ضمن الستاندردز الامريكي الان اي اس تي و اف اي بي اس وغيرها من الستاندرات الاخرى. هذه تنتج لنا رسائل مضغوطه تكون حجمها 160 بايت او 160 بت عفوا. اخيرا نذكر انه البروتوكول الخامس اللي توصلنا له بالنسبه للاوثنتيكيشن واللي كان مشكلته انه اذا كان الدمان ان ذا ميدل اتاك راح يقوم بنسخ كل الرسائل من الطرف الاول للطرف الثاني وكل الرسائل من الطرف الثاني للطرف الاول، وبالتالي ما راح نقدر نعرف وجود طرف ثالث موجود في الموضوع. هنا اذا استخدمنا الهاش فانكشن راح يكون هذه العمليه راح تصعب العمل الخاص بالطرف الثالث، لانه يعني ايضا معرفه الهاش فانكشن وكيفيه فك ضغطها وكيفيه فك التشفير الخاص بها راح يعني يزيد من صعوبة الاختراق. البوبليك كي سيرتيفيكيشن، هنا يعني مثل ما ذكرنا سابقا البوبليك كي والبرايفت كي ممكن انه يتم تناقلها مباشرة في الشبكة، ويمكن يعني باستخدام البروت فورس او باستخدام تقنيات اخرى ممكن معرفتها يعني حتى اذا بعد فترة من الزمن. الا انه مع ذلك يعني تم اصدار ما يسمى بالسيرتيفيكيشن اللي هو الوثيقة او الشهادة التي تعطى من قبل طرف ثالث للتأكد من ان هذا البوبليك كي او البرايفت كي هو الأصلي، هو الصحيح وغير المزور. الموتيفيشن المحرض أو المحفز لهذه السيرتيفيكيشن هو أنه ترودي المان إن ذا ميدل يمكن أن يلعب هذه اللعبة اللي هي بيتزا برانك أون بوب. هذه اللعبة ماذا تتكون؟ يعني هي عبارة عن فتح خداع إلكتروني. الشخص الثالث يمكن أن يقوم بإرسال إيميل أو طلب لبيتزا، يقوم يعني دير بيتزا ستور، يعني يقوم بمخاطبة مطعم البيتزا يطلب من ارسال فد ديليفر مي فور بيبروني بيتزا ثانك يو بوب، يعني يقوم بارسال رساله باسم بوب هذا الطرف الثالث. ترودي طبعا راح يقوم بتوقيع رساله باستخدام البرايفت كي الخاص به ويقوم بارسال الطلب الى المطعم. ترودي بعد ذلك سيقوم يعني بارسال الطلب ايضا يعني باستخدام البوبليك كي لانه هو يكون معروف لانه هو سابقا قام بمسكه عبر الشبكه، يعني سوى له كابتشر وقام بحفظه عنده، ولكنه يقول بانه هو البوبليك كي الخاص ببوب. البيتزا ستور طبعا راح يقوم بالتاكد من هذه السيجنتشر ويعرف انه هي البوبليك كي الخاص ببوب ويقوم بارسال الفور بيبروني بيتزا، لانه بوب اتضح انه لا يحب هذه البيبروني بيتزا، هذا النوع من انواع البيتزا هو لا يحبه اصلا، وهو ايضا لم يقوم بالطلب اصلا. فهذه المشكله اللي تحصل عندنا انه كيف يتاكد الطرف الاخر ان هذا البوبليك كي هو خاص ببوب او البرايفت كي خاص ببوب. هنا ظهر عندنا الحاجة إلى وجود فد جهة ثالثة اللي هي يسمونها Certification Authorities اللي هي السلطات الخاصة عن منح وثائق أو يعني شهادات تبين أن البوبليك كي هو الخاص ببوب هو نفسه هو الأصل يعني وغير المزيف وغير المحرف يعني أثناء الإرسال. Certification Authority اللي هي CA راح تقوم بربط البوبليك كي إلى Particular Entity، يعني راح تقول بأنه كل بوبليك كي هو خاص بالانتيتي اي او خاص بالشخص اللي هو اسمه اي او الجهاز او الحاسوب المتصل بالشبكه، بحيث انه الاي راح تكون هي عباره عن بيرسون وراوتر. تقوم بتسجيل البوبليك كي بالسيرتيفيكيشن اوثوريتي. الاي راح توفر لنا بروف اوف ايدنتيتي اللي هو اثبات هويه للسيرتيفيكيشن اوثوريتي. سيرتيفيكيشن اوثوريتي طبعا راح تقوم بانشاء السيرتيفيكيت اللي هو الشهاده التي تربط الاي مع البوبليك كي الخاص بها، تربط هذه الانتيتي
هاي الوحدة أو هذا التفصيل اللي هو قد يكون شخص أو راوتر في الشبكة، تربطه مع البوبليك كي الخاص به. وبعد ذلك هذا السيرتيفيكيت، الشهادة راح تحتوي على الإي بوبليك كي والديجيتال سايند باي ذا سيرتيفيكيشن أوثوريتي، بحيث أنه تقول بأنه this is E's public key. يعني الشهادة راح تقول بأنه هذا البوبليك كي خاص بالراوتر الذي اسمه كذا أو الشخص الذي اسمه كذا. بحيث أن عملية الإرسال والاستقبال في الشبكة تتم كالآتي، أنه بوب ايدنتيفيكيشن يقوم بتزويد المعلومات الشخصية الخاصة به، والبوبليك كي الخاص به المن السيرتيفيكيشن اوثوريتي اللي هو طرف ثالث، اللي هو عبارة عن شركة مستقلة أو جهة مستقلة موجودة في الشبكة تحصل على معلومات الشخصية الخاصة ببوب إضافة إلى البوبليك كي الخاص به، وتقوم بجمعها سوية لإنتاج البرايفت كي اللي راح يستخدمه أيضا. بعد ذلك نستخدم الديجيتال سيجنتشر أو الانكريبشن، ويتم إصدار ما يسمى بالسيرتيفيكيت اللي هو يحتوي على البوبليك كي الخاص ببوب والبرايفت كي الخاص به، وإضافة إلى الايدنتيفيكيشن الهوية الخاصة به، بحيث أنه هذه الشهادة يتم حفظها في الشبكة، بحيث أنه أليس عندما تريد الاتصال ببوب أو تستلم أي رسالة من بوب يجب أن تتأكد أنه المرسل هو بوب فعلا وليس شخص آخر من خلال هذه السيرتيفيكيت التي تثبت بأنه، يعني إذا قامت بمقارنة الرسائل المستلمة مع هذه السيرتيفيكيت يجب أن تعرف أنها هي صحيحة أو لا، يجب أن تتطابق مثل ما راح نشوفه هنا. سيرتيفيكيشن اوثورتيز مثل ما ذكرنا، وين اليس وونتس بوبس بوبليك كي، عندما اليس تريد البوبليك كي الخاص ببوب فانها راح تحصل على السيرتيفيكيت الخاص ببوب اللي هو قد يكون بوب او شخص اخر. تقوم بتطبيق السيرتيفيكيشن اوثورتي على البوبليك كي الخاص ببوب وتحصل على البوبليك كي الخاص به. يعني هنا قلنا راح نحصل، يعني اليس راح يجي من عندها البوبليك كي الخاص ببوب، ثم تطبق عليه السيرتيفيكيشن اوثورتي اللي تحصلها من الجهه الثالثه، ثم بعد ذلك راح تحصل على البوبليك كي الخاص ببوب الاصلي الحقيقي الغير مزيف او الغير متلاعب به من قبل الطرف الثالث. هذه كلها تقودنا الى كيفيه تامين الايميل اللي هو سكيورنج ايميل. ايضا اذا كانت اليس تريد ارسال ايميل الى بوب وهذا الايميل يحتوي على كونفيدنشال انفورميشن، يعني معلومات سريه او شخصيه يفترض انه لا يطلع عليها اي شخص في الانترنت، فهناك عده خيارات. الخيار الاول انه اليس تستطيع توليد راندوم سيمتريك برايفت كي اللي هو مفتاح خاص متناظر مثل اللي شرحناه في المحاضرات السابقه اللي سميناه هنا سميناه كي اس لانه سيمتريك. بعد ذلك تقوم بتشفير الرساله باستخدام الكي اس، يعني هذه هي الرساله راح تقوم بتشفيرها بهذا البرايفت كي سيمتريك كي للافشنسي، ثم بعد ذلك تقوم بتشفير الكي اس هذه الاصليه باستخدام البوبليك كي الخاص ببوب، ثم تقوم بارسال كلاهما، الرساله الاصليه مشفره بالسيمتريك كي والسيمتريك كي مشفرا بالبوبليك كي الخاص ببوب. بوب هنا طبعا لازم شو يسوي؟ لازم يقوم بفك تشفير الرساله الاصليه. اول شيء يقوم بفك تشفير السيمتريك كي باستخدام البوبليك كي الخاص به او البرايفت كي. بعد ما يحصل السيمتريك كي اللي هو الكي اس يقوم باستخدامه لفك تشفير الرساله الاصليه لكي يحصل على الرساله التي تم ارسالها اصلا. فتلاحظ هنا أن هناك الكثير من خطوات التشفير وفك التشفير المتضمنه في العمليه، مما يصعب عمل الطرف الثالث او الشخص الذي يحاول اختراق الخصوصيه في الوسط. الخيار الاخر انه بوب يقوم باستخدام البرايفت كي مثل ما ذكرنا تو ديكريبت اند ريكفر كي اس، هنا هذه الخطوه الاولى يقوم باستخدام البرايفت كي الخاص به اللي هو كي بي ماينس لفك تشفير الكي بي بلس للحصول على كي اس، يقوم باستخدام الكي اس بعد ذلك للحصول على الرساله مثل ما ذكرنا. اليس وونتس تو بروفايد سندر اوثنتيكيشن مسج انتجريتي، اذا ارادت اليس انه تقوم ب يعني اضافه خطوه اضافيه اللي هي تاكيد الهويه الخاصه بها من خلال يعني الرساله المرسله، فايضا تقوم بديجيتالي ساين مسج بالتوقيع الرقمي على الرساله، وتقوم بارسال كلاهما الرساله لوحدها ان كلير يعني بالرساله الاصليه زائدا الديجيتال سيجنتشر اللي هي الرساله الاصليه بعد تطبيق الهاش فانكشن عليها، ثم بعد ذلك بالكي اي ماينس اللي هو البرايفت كي الخاص بها، بحيث انه تجينا الرساله الاصليه بعد بعد تطبيق الهاش فانكشن عليها وبعد تطبيق البرايفت كي الخاص بها. كل هذه يتم ارسالها اضافه الى الرساله الاصليه بالانترنت، وايضا بوب يعني هنا راح يقوم بمقارنه الرساله الاصليه بعد تطبيق الهاش فانكشن مره اخرى عليها، وكذلك استخدام البوبليك كي الخاص به وبعد تطبيقه على الرساله يعني المشفره او الموقع رقميا ومقارنه كلاهما، اذا كان كلاهما صحيحا فهذا يدل على انه يعني اليس قامت باثبات هويتها الى بوب. كذلك Alice wants to provide secrecy sender authentication message integrity، أيضا يمكن إضافة خطوة أخرى أنه إضافة إلى هذا الديجيتال سيجنتشر تقوم بإضافة يعني إدخال كل هذه الرسائل على السيمتريك كي الأصلي،
وأيضا استخدام السايمتر كي وإدخاله على بوبليك كي، وكلاهما يتم إرسالها للإنترنت، بحيث أنه أليس تستخدم ثري كيز، يعني ثلاث مفاتيح للتشفير، البرايفت كي الخاص بها اللي هو المفتاح الخاص، والبوبس بوبليك كي، البوبليك كي اللي هو المفتاح العام الخاص ببوب، والنيولي كرييتد سايمتريك كي والمفتاح المتناظر الذي تم إنشاؤه حديثا. يعني كل هذه الخطوات يتم تطبيقها على الرسالة قبل إرسالها للإنترنت. طبعا هسه صار عندنا الكثير من الخيارات، يتم يعني اختيار الخيار الأفضل اعتمادا على أهمية الرسالة والخصوصية المتوقعة منها، وكذلك اعتمادا على الهوستيليتي، يعني وجود احتمالية وجود المهاجمين أو المخترقين في الشبكة. وطبعا هذه كلها يعني موجودة ضمن نظم التشغيل، وموجودة ضمن أنظمة تشغيل أجهزة الشبكات اللي راح تمر من خلالها الرسائل، ابتداء من السندر إلى الريسيفر. وطبعا يعني بعضها يقوم ببرمجتها مهندسين شبكات، بعضها يعني تكون اصلا يعني مبرمجه من قبل الشركات الاصليه. في المحاضره القادمه ان شاء الله راح نكمل، وراح نبدي نتحدث عن السكيورنج تي سي بي كونكشنز باستخدام الاس اس ال والاي بي سيك وبقيه الخوارزميات الاخرى. فخليكم يعني، شكرا جزيلا ومع السلامه.